السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار ان شاء الله غنتحدثوا على واحد الموضوع اللي مهم ومهم بزاف، الا وهو تساقط الشعر عند الارانب. فيما كنسمعوا ديال تساقط الشعر عند الارانب، نيشان الفكر ديالنا كيتجه نقطة واحدة الا وهي الجرب. لا، هذا معلومة خاطئة. علاش؟ لان تساقط الشعر ماشي من لابد ما يكون الجرب. في هذه الحلقة غادي نهضروا على أنواع ديال تساقط الشعر عند الأرانب اللي ماشي جرب. أول حاجة، يعني هما كاين بزاف ديال الحوايج اللي كيأديو لتساقط الشعر. كاين الكوكسيديا، وكاين العشار، يعني الأنثى ملي كتكون عشار، وكاين التلقيح. أنا غادي نهضر لكم على كل نوع يعني بالتفسير ديالو. اول حاجه اسمه هي الكوكسيديا. الكوكسيديا هي في الحقيقه تساقط الشعر، سقوط الشعر والفرو، حتى هو كيبقى يتنسل، ولكن اسمه هي الاعراض ديال الكوكسيديا اللي كتجي مصاحبه معها. الاعراض وهي كالتالي: كتجي الاسهال، يعني كرشهم مساكن كيبقاو عندهم الاسهال، وعندهم كيكون عندهم مشاكل معويه، بزاف ديال المشاكل المعويه، وكاين نقص في الوزن. يعني تشوفوه بدا كينقص في الوزن، يعني ولا هزيل ولا كيمتنع على الاكل، واخا كتحطو الماكله ما كياكلش. هذاك راه كيؤدي، هذاك راه هي الكوكسيديا، هذا الشيء كيؤدي لتساقط الشعر، كيبقى يتساقط منه الشعر. غير كيبرى، يعني مثلا درتو له غير مثلا داويتوه من كرشو، اي بلا بل كما في الحلقات السابقه درت لكم ديال الدواء ديال الاسهال، اللي هو عباره عن خل، هذاك راه كيغسل لهم المعده صافي، وداك تساقط الشعر ما كيبقاش. الموضوع الثاني وهو الارنب، ملي كيكون وهذا سمحوا لي هذا النقطه المهم، هذه النقطه احنا هضرنا عليها. النقطه الثانيه هي الارنب ملي كتكون عشار، في العشر ايام الاواخر او الخمس ايام بالضبط، خمس ايام الاخيره كتبدا باسقاط الشعر ديالها. يعني هذا الشيء فيزيولوجيا هي مسكينه هكا كتبقى، لان كتبقى تبني العش ديالها، باش كتغطي الصغار ديالها كتنتف الشعر. يعني ماشي من لابد ما تكون سقوط الشعر جرب، لا، تقدر مسكينه هذيك غير كتنتف راسها، هي كتنتف راسها باش تغطي الصغار ديالها. واخا نتوما كديو لها نجاره ولا كتهيئوا لها بالتبن، يعني فين غادي تولد، هي كتزيد مازالت كتنتف راسها، وهذاك الشيء راه ماشي جرب. الموضوع الثالث وهو التلقيح. ملي كنشدوها كنحطوها مع الذكر، كونوا متاكدين ان الذكر ملي كيبغي يطلع فوق الانثى باش كيثبتها، كيمسكها، كيعضها من العنق، من فوق الرقبه ديالها. ملي كيعضها من فوق الرقبه ديالها، تما كيثبتها باش يقدر يمارس العمليه الجنسيه. وبتكرار هذه العمليه ديما كتكون عندهم واحد الخويه مور الودنين ديالهم، يعني تما هو تما ديما تما فين كيعض. يعني الا شفتوا هذيك الجهه خاويه، عرفوا بلي راه عاوتاني ماشي جرب. وفي الحقيقه الجرب الا شكيتوا في الجرب، اسمه هو في الحقيقه، نعطيكم الاعراض ديالو فين غادي تقلبوا. غادي تقلبوا في الجهه ديال الانف، انف كيولي كيتساقط منهم الشعر، والجهه ديال الاذن كيولي عندهم واحد التسمغ ديال الاذن، قشور بيضاء وبزاف ديال الحوايج، والاطراف ديال الارجل حتى هما كيوليو خاويين من الشعر. هذا واحد، هذا كونوا متاكدين ان هذاك الشيء راها جربه، وراه خاصها الدواء، خاصها باقرب وقت، خاصها لان ديك الجربه الله يستر كتنتقل من واحد لواحد، وماشي غير في كاج واحد، راه كتنتقل الله يستر اللي عنده بزاف ديال الارانب راه كتمشي لهم كاملين. يعني خصكم تخلصوا من هذاك الواحد اللي فيه الجرب، والاخرين يداووا، وفي نفس الوقت الكاج حتى هو يتغسل بواحد الماده، يعني اما خصو اما يتحرق، يعني تجيبوا واحد الشاليمو وتحرق، يا اما خصو الغسيل والغسيل والغسيل عاد باش كتفك هذا المشكل. اذا هذه الحلقه تحدثنا عن المفهوم الخاطئ للجرب. الجرب راه ماشي هو لابد ما يكون غير تساقط الشعر،
هضرنا على الكوكسيديا، هضرنا على العشار ملي كتزاوج، وهضرنا على العمليه ديال العشار ملي كتكون حامله، سمحولي، وكتكون عتني التلقيح ملي كتزوجوهم، حتى هذاك الشيء راه كيطيح الشعر. ما تخلطوش الامور، كونوا فاهمين اش كديروا مع القنين ديالكم باش تعرفوا باللي التربيه ديال الارانب راه ساهله، غير خص الانسان يسول ويبحث. اذا الى عجبكم الفيديو شاركوا معنا في القناة، ومرحبا بتعليقاتكم الطيبة. إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله.